اللهم صل على محمد وآل محمد. صلي على محمد يا ولدي. ولدي الطيور مطيرها من زمان وخابطه وجد، فهذيك هي الهواي اسرعكم هاي هاي جوقه، فخابطه كل شويه يطير هواي وجايبتها والجايه، فتجي تاخذ فر عليه وترجع ما اعرف وين تروح. هذيش تقريبا بعيد عن ثاني عدل، هذا ايفون يعني زوم مالته تقريبا كيلو وفوق. هل جبت اسرع يا خابطات بيض ويعني يمكن بولندي هذيك رجعت لي ولا الى جوبا. شوف ذيك كلها تطير، واحد بصف واحد يطير الحي. انا بحيني ما جاك حي 17، الحي 17 كلها تطير، فذيك الطيور راح تختفي يمكن ما اشوف انها اختفت. فاخذت جو ونصارلكم يعني يبقى التصوير يبقى راح اعوفه يشتغل. فاذا ما نشر انا نشر عند 10 دقائق بعد ما صاير 20 دقيقه وكذا ما اعرف ليش. فاصور اني لما تجي الطيور وتنزل، فايش قد ما يعني نص ساعه لا اسوي لكم اياهم فيديو هنا قصهم وانشر 2 فيديوهات تمام. لو عندي الفرج نظفته شوف بس احرطين ارد اصور لكم. يا ويلي شوفون ذن جوقات، هذيك هي الفوق اهن، الفوق اهن ذن جوا، هي ذيك الفوق اهن، هذيك مالت الفوق اهن. شوف هل جت يمكن انا هسه ما اشوفها بس بالزوم جاي اشوف. لا 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 شوف شوف هاي اجت، هاي اجت مادة فعفونا من عندها. اذا كماشنا الحمد لله خير. فنظفت البرج الصبح، قعدت من الصبح تقريبا او بالستة الربع نظفته، وهاي فتحت الطيور بالستة. هاي اجت شوفوا وين نامت، شو هاي حمر؟ لا لا هاي توري مو حمر، عبالي حمر. شوف رجعت جاي تتفلش يعني جاي طلع من عندها توري. تشوفون انتو ولا ما تشوفونها؟ جاي تتفلش جاي تطلع من عندها توري. فاجت فصخن من عندهن والله، فصخن 7 اي 7 فصخت 7 فصخن، بس بعد هم مكلبة يعني طيور وياها. هاي جت فصخان 7 من عندهن او 8 اي 7 على النيت، لا لا 6 6 فصخان. هاي الطيور ما اعرف وياها ناقصة من طيوري ما اعرف يعني شلون هنا 26 هاي مالاتي. فهي تخبط تخبط وياها كلها وتجي وياهن واحد. انا شفت واحد اثنين ثلاثة وياها مصبوغة ذيولها وياهم، ما اعرف مصبوغة ما اعرف وينها سيئة. شايفين الزواجين يا ولي؟ صلى على محمد. هي شنها زواجين؟ ما تلف دائرة علي، ما تضرب دائرة علي. طبعا ان المخاليف امان تقريبا 6 أو 7 بنات الرابع اي بنات الرابع والخامس هيج. لا لا مو هذين، ما اعرف وين راحت. شو ما يمشي مع الكلهن طبعا، لان اخذوهن اختلف لعندي. بس كماشت طير، بس وين ترى وين راح؟ ها هذا فضه كماشت، هاي البارحه مخبطت وجن كماشت ذاك الفضي. هاي منطقتنا هيج الطير وضاضي شواسي. ها هاي الطيور شوف وين راح تروح. شوف هاي هاي ما خطت وياها، هاي هم بيض جاية لهنا ما خطت وياها. شوف وين راح تروح، فأنا ما أريد أطلع لها طيور إذا هي تحت لعني. طيب إذا أطلع لها طيور يشرد ذاك يعني مو مال فصل يشرد. فهسه انا وياي واحد مصبغ ونقص عندي الشاملي، الشاملي ما هو شاملي، شاملي دا راح ابيع الطيور وداعتكم لا ما ادري الشاملي. فعندي نقص بس الشاملي بي هنا هسه قاعد اشوفها شاملي ما هو والله.
يعني الشامل للعلم ما طالع ولا خابط بالخواطات، بس لك يوم خبط صلع وهم رجع لي متأخر ويا خابط ويا لا هي هناك الطير صاير ازدحام قتال، تروح الطير الطب بنصها وعلى قتال الطير الطب بنصها تجي. فهذا خبط وياي واحد همي ذي الأسود، هم هذا ذي الأسود مو إلي. شوف الله انت لا لا مو لي انا دي سنين دي وترك بس انا اعرف الصيد اريد الشامل. لا يروح الشامل سالفة سالفة الاراء ما اعرف وين. المهم هل تجي الطيور هم شردت ما ادري وين. ها هاي اقيت شين بسرعة بسرعة روح نجيب الشاملي تعالا. ها هذا الشاملي هذا ويا زوج من مالاتي اجا وياي هواي خابطة عشان ويا لان اثنين من مالاتي اجا وياي هواي خابطة شوف ذن الفضاضي ذن ما جيراني ما اللعب ذن قلابات شوف وين راح يا تعال اليوم مالات اي مالاتي ذن وين طير راحت؟ هتجي تخبط من الفضاضي هنا فرخاص تم جاي يخرجون بيه ترانة وين الشاملي؟ ارجع لنا خواتك يعني هذا الحكي وياي انا هسه ايش قد؟ اللي اعرف انه جاي اثنين ثلاثة شفت المصبوغات جناحانهم ما اعرف بعد شان وين راح هذاك شلون دي يا هل جنة هنا اجنوا طيور وما هن هم راحت هو الموسم الجاي ذب زواجل مليت يعني بيطلع زواجل اي ضرب داير هنا ضرب داير هسه طلع اطلع هاي تضرب داير تروح تتقلب وترجع بس شنو انتولك هسه وينك شاملي شاملي وين رحت عشان طلعت عن ساعات قبل اطلع هذيك الطيور ضاعوها هاي اللي جت مادة لكن شاملة خابط وياهن بعيدة طبعا كلش هاي اجت انا بالزوم اقرب اجت بس فرد من عندها زوجة طلعن لو تاك واحد طلعن شفت تاك واحد والشامل ما هو ما اجى ما خبط لسه والله يا سالفة كل شي ما اعرف لا هي تيجي تخطف وتروح اي ذاك شامل راح يخبط روح خالة روح يخبط هذا الشامل راح يخبط وياه ما اعرف وين راح طبعا جهاز بيه 20 شحن اساس طلعت مال الشحن بيه 20 ها هاي اي خبط الشامل وياه هسه شامله خابوط لا ابو ذي الاسود مساع يمكن مالتي شوف هذن هاي بس اطلع لهم طير هنا بالسطح يحط انا وياه اسمع الجوارين هاي اربط ايش ليه هاي يسوى وين حطنا على البيئة العالم دلو وين راحت الطيور هاي والله ما ادري بيها ما بيها يعني ما اقول ما بيها انا شفت بيها يلا عمي لا بيجن هلا بيجن هذا الواحد طاق من عندهن مو ماتي يمكن هم راحت وين راحت بيج
اي علي يا شن قلبان بعد بعد هاي راح تخبط ويديك. لا لا هذي هاي 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 شوف شوف وياي ثلاثة ثلاثة وياي شلون عرفت ان ثلاثة؟ 29 حسبتهم هسه هاي خطة زوج هاي الحمد لله. راح انهي الفيديو اذا وياي الصيد انزلكم اياه واذا ما وياي الصيد لان طيور هن وبعد ساعة يلا ينزلن ما انزلكم. فاذا وصلت لهذه اللحظة سوي لايك ومتابعة واشتراك احبكم وياي باي عمري.